السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن شاء الله يا شباب، دي المحاضرة الرابعة من محاضرات الرسم المدني. هنتكلم فيها إن شاء الله عن تصميم أو رسم القواعد المسلحة، وهنركز بالتحديد على القواعد المنفصلة. المحاضرة اللي فاتت كنا رسمنا العمود بالتسليح بتاعه بشكل ايزومتري كده لبيان الرسم بتاعنا. النهاردة إن شاء الله عندنا السؤال بيجي يقول لك it is required to draw cross section of column which has section، ده خلصناه. it is required to draw a cross section of footing which has section متر ونص في 2 × 6 with reinforcement 7 bar with 16 مللي diameter in 1 meter at each direction. ده سؤال رسم قواعد تزرق كويت تدرو، مطلوب منك رسم ايه بقى؟ الكروس سيكشن اوف فوتنج، يعني قطاع في قاعده which has سيكشن متر ونص في 2 × 6، يعني اللي هو او هاز دايمنشن، الابعاد بتاعته الدايمنشن متر ونص في 2 × 6، القاعده متر ونص في 2 وارتفاعها 6 زي ما نشوف دلوقتي. والتسليح بتاعها الرينفورسمنت، يعني التسليح 7 bar وال 16 مللي ديامتر 7 تسياخ في 16 ان 1 متر ات اتش دايركشن، يعني في المتر في كلا الاتجاهين. انا عندي القاعده بالشكل ده كده، ادي قاعده متر ونص والبعد ده 2 متر والارتفاع دوت 6. انا طبعا بشكر الناس اللي بتكلمنا على الخاص وبتقول لي احنا اشتغلنا وعملنا ورسمنا، وعلى النقيض في ناس قاعده يعني ايه ربنا يهديها يعني. طيب انا دلوقتي عندي ديت القاعده والعمود كان فوقيها اهو، اللي هو مثلا 3 × 10 × 6 او 3 × 10 × 7 او ايا كان. حلو الكلام. جه الراجل قال لي دلوقتي يا شباب، يعني العمود دوت انا اظن ان هو كان 7 من 10، فانا ممكن يعني ايه اكبره شويه كده. بالك كان 3 من 10 × 7 لو احنا قرينا في السؤال، او 30 × 70. ماشي. وبالفعل احنا كنا رسمناه المره اللي فاتت، ادي 3 من 10 × 7 وحطينا التسليح وعملنا الكلام بتاعته. انا على فكره محتفظ بالحاجه كلها، بحيث ان انا هاجي مكون لك شكل عام للوحة 50 × 70 وأحط لك فيها كل الحاجات ديت إن شاء الله. حلو الكلام. أنصحك بمشاهدة فيديو العمود قبل ما تبدأ في فيديو القاعدة. أنا عايز أرسم القاعدة، فعايز أرسم فيها بلان وعايز أرسم فيها إليفيشن. البلان اللي هنرسمه هنرسمه من فوق، يعني هنبص من فوق ونرسم، بص من فوق فهنلاقي الجزء الأخضر ده، ده البلان. طيب لو انا عايز ارسم الاليفيشن كل الدفعه، هنتفق ان احنا نرسم الاليفيشن ده عشان نريح دماغنا. حلو الكلام. يبقى احنا هنرسم الاليفيشن في الاتجاه القصير، وهنرسم البلان دهوت، وده اللي احنا عملناه في السكشن مع بعض. هو الراجل بيقول لي ارسم قاعدة بس ما قالش السكيل. هو السكيل بتاع القاعدة بيبقى 1 لـ25، 1 لـ25 يعني بضرب في 4، يعني لو هي كانت متر ونص هضرب في 4 تبقى 6 سنتي، طب 2 هضرب في 4 تبقى 8 سنتي، طب 6 من 10 هضرب في 4 تبقى 2.4 من 10 سنتي. المهم انا لو عايز ارسم البلان هيبقى 6 × 8 سنتي، فهاجي كده اهو، هاجي عامل ادي 8 سنتي، ادي 6 سنتي، ادي 8 سنتي، ادي 6 سنتي. يبقى انا كده رسمت البلان اهوت. حلو الكلام. اظن واضح. انا عايز بس اخلي ديت جنب دي كده عشان الدنيا تبان. ماشي. يبقى انا كده رسمت البلان بتاعي، ادي دايمنشن، ادي الابعاد، البعد ده ب2 متر والبعد دوت بمتر ونص. احنا هنتفق ان احنا نرسم كده. ماشي. هنرسم المستطيل بالشكل ده، هنرسم القاعده بالشكل ده. ماشي. طيب بعد كده كان عندي عمود وسط القاعدة، العمود ده كان 30 × 70، فأنا ممكن أجي كده في منتصف القاعدة، يعني أجي في المنتصف كده أهو، وأجي شادد خط كده وأجي في المنتصف ده أهو،
واجي شادد خط كده، او واحد تاني يقول لي انا هعملها عن طريق الاقطار عشان اجيب المنتصف، مفيش مشكلة براحتك، عايز فيها او دي مفيش مشكلة. المهم ان انا العمود بتاعي 30 في 70، ال30 هتبقى مع المتر ونص، وال70 هتبقى مع الاتنين عشان القصير مع القصير والطويل مع الطويل. هاجي اقول له ادي ال30، التلاتة من عشرة لما تتضرب في اربعة هتبقى 1.2 سنتي، يعني اروح 6 من 10 يمين و6 من 10 شمال، وهاجي طالع اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، هو 70 70 في 4 يبقى 2.8، يبقى اطلع 1.4 فوق وانزل 1.4 تحت. حلو الكلام. يبقى العمود دلوقتي احنا كده رسمناه، يبقى 1.2 سنتي في 2.8 سنتي. حلو الكلام. ده رسم العمود. طبعا دوت ولا يلزمنا في حاجة، دي خطوط عمل كنا بنعملها. حلو الكلام، لذيذ الكلام. طيب دلوقتي يا شباب بعد ما عملنا العمود دهوت عايزين نعمل ايه؟ عايزين نهشر العمود دهوت. تهشير العمود بزاوية 45 درجة، ناخد بالك، على الأفقي. بنهشر العمود بزاوية 45 درجة على الأفقي. حلو الكلام. يبقى احنا بنهشر بزاوية 45 درجة على الأفقي. اللهم بلغنا، اللهم فشل. هو المفروض يعني ان الناس وهي قاعدة في بيوتها، انا مش عارف يعني، في ناس قاعدة حمادة كده، حاولوا تجتهدوا وربنا يهديكم، ربنا يهديكم بدل ما انتوا في البطيخ. ده العمود اللي هو اللي لونه اخضر، وده التهشير بتاعه اللي انا عامله بخط زاوية 45 درجة على الافقي، وديت القاعدة كده انا رسمتها. ممكن اجي ماسك بقى كده اهو، اروح اكتب تحت القاعدة كده اهوت. انا طبعا لازم اكتب الابعاد 2 متر في متر ونص، واكتب هنا فوتنج، واخد بالك، لان قاعدة بالانجليزي يعني فوتنج. طبعا انتوا في الانجليزي عندكوش يما ايه، يما ارحمين، ادي فوتنج. حلو الكلام، بس كده. وعايز تحط السكيل بتاعك، هتروح تقول له والله السكيل بقى مش 1 لـ10، لا السكيل 1 لـ25. حلو الكلام. يبقى انت كده عملت القاعدة، عملت العمود، هتروح تحط التسليح بتاعك بقى بعد اذنك. التسليح بتاعك هو الراجل مدهولك. بص يا سوسو، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، هو قايل لك التسليح بتاعي 7 بار في 16، يعني 7 في 16 ان 1 متر، يعني على المتر 7 في 16 في المتر، ات اتش دايركشن يعني في كلا الاتجاهين. حلو الكلام. يبقى 7 فاي 16، 7 فاي 16 على المتر اهو، 7 فاي 16 على المتر في كلا الاتجاهين. حلو الكلام. هو احنا عشان نطلع من المتعكة اللي اتعملت والآراء اللي اتقالت في السكشن والكلام دوت، انا عملت القاعدة بالطريقة ديت عشان نطلع من حتة الفرش في انه اتجاه والكلام دوت. ماشي، انا ممكن اكون مقتنع بحاجة، غيري مش مقتنع. ادينا وحدنا الدنيا بالشكل دوت كده عشان نرضي جميع الاطراف. هحط هنا 7 في 16 على المتر اهوت في الاتجاه ده، تسليح اهو 7 في 16. ماشي. طيب وفي الاتجاه التاني برضك هروح احط 7 في 16. خلي التسليح كده ايه، يكون متناسق مع الرسم يعني، يعني ولا تخلي الكتابة صغيرة ولا تخليها كبيرة، خليها متناسقة، خلي اللي يشوفها كده يعني يحس ان انت عندك سنس كده، ماشي، مش ان انت بتهبط كده يعني، واخد بالك. الله يبارك لك، الله يبارك لك. ماشي. يبقى 7 في 16 اهو، الخطين دول معناهم ان ده فرش، ده فرش يعني، ده اللي بيتحط الاول، و ده هو ده معناه ان هو الغطا اللي بخط واحد. حلو الكلام. يعني هو ده البلان كده خلص. ممكن نكتب، انا ممكن اكتب معلش الفوتنج تحت اهو، واخد بالك، وممكن اجي كاتب ديت امسحها خالص،
ممكن الناس تلتزم بالالتزام دوت بعد اذنكم، ونبقى كاتبين هنا ايه، ونخلي الحرف ده كابيتال بعد اذنكم اهو، نكتب بلام، واخد بالك؟ بس كده يبقى الدنيا شكلها لطيفة اهو، اهو حلو الكلام. يبقى البلان سكيل 1 لـ25 فوتنج، ماشي. يبقى احنا كده عملنا البلان. طيب لو بردك في حتة ما اتكلمناش فيها، معلش معلش، انا عايز اوريكم يعني ايه التسليح. برضك اتفقنا ان السري دي مش عليك، ولكن كونك ان انت بتتعلم تحت ايدينا يبقى لازم نطلعك راجل. ليه؟ لان تبقى علينا احنا، ماشي، تبقى علينا قبل ما تبقى عليك. بيتقال ان اللي عليك ما كانوش رجاله، ماشي، ما كانوش رجاله اهو. بص يا سوسو، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عايز أوضح لك حتة مهمة أوي. التسليح الأخضر ده هو اللي هو 7 × 16، تحس إن السيخ موازي للمتر ونص، أه هو ده الأخضر ده، حلو الكلام. بيكون بقى التسليح الأزرق دوت بيكون موازي للسيخ الـ2 متر ده، أه يعني السيخ دوت اللي هو هعمله لك أهو بنفس الكيفية، عشان عايزك تدعي لي يا ابني، و يعني إيه تبقى راجل كده اهو، تبقى حبيبي، انت حبيبي، مع ان اللي بيتفرج على الفيديوهات الباشمهندسات الفاتنات المحترمة والرجالة كمان، عشان ما يزعلوش ولا يقولوا ان انا بحكها ولا بتاع، احنا ملناش في الكلام ده يا ابن الله يديك. اهو اهو اهو، بص يا سوسو، اهو عملنا الشغل دوت كده، ممكن نخلي دوت بلون. انا بس بحب الون لك، عشان ادي ده السيان، ادي ده السيان، وادي ده الاخضر، ادي ده الاخضر، واخد بالك؟ الحديد ده هو بقى بيكرر 7 اسياخ في المتر. يعني انا مثلا عايز، انا عايز ادلعك، واخد بالك؟ عايز ايه ادلعك؟ ماشي، ندلعك ازاي يا ابني؟ اهو انا اجي مثلا اعمل دروب، ممكن نعمل خط كده اهو، خط وهمي كده اهو، ونيجي عاملين حركة بسيطة، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا السيخ دهوت هاخده كده اهو وهوريه لك اهو، بيبقى شكله كده في الايه، في الثري دي اهو. يعني يلا يا عم، يلا عيش حياتك، ده شكل السيخ في السرية دي اهو. وضحت كده يا ولاد؟ انا اظن كده ان الدنيا حلو. الحديد في السري دي بيبقى متكرر كده. طب والحديد الاخضر دوت في السري دي؟ واحد يقول لي دلعني بقى في الاتجاه دوت يا باش مهندس، يا باش مهندس اهو، انت حبيبي اهو، والله اهو، بص يا لم تري اهو، انت حبيبي ولا متري ولا بتاع اهو اهو، معلش درو بو اهو، هات الخط ده كده اهو، وخليه مثلا، بص يا ابني السيخ دوت هناخده كده اهو، اهو دوت بقى في الثري دي اهو، دوت شبكة التسليح بقى يا شباب. دي شبكة ايه؟ دي اسمها شبكة التسليح. كناش كان صعب ان احنا نشوف الكلام دوت في السكشن، ان احنا نرسمه 3D وكده، مهما الواحد وصل بامكانياته. اه دي شبكة التسليح. يعني انا لو بعد اذنكم اخفيت الكلام ده كده اهو، طلعته اهو الشبكة، يا سلام، شفت الشبكة؟ خد بالك دي الشبكة اهي، خد بالك. والراجل بقى بيروح بسلك رباط، ماشي، واحد يقول لي انت كمان هتعمل لي السلك رباط في البتاع، يا عم مش قلت لك انا عايز ادلعك؟ انت حبيبي، خد بالك، انت حبيبي يا باشمهندس، انت حبيبي اهو، اهم حاجه تدعي لي بس اهو. نقعد نعمل سلك رباط كده اهو باللون الاحمر اهو، خد بالك اهو اهو، خد بالك. وهم الحدادين بيعملوا زي ما انا بعمل كده، يعني هم عالم ايه، ما بيربطوش كل الحديد، بيعملوا سيخ وسيخ كده زي ما انا بعمل، خد بالك اهو، يقعدوا يربطوا سيخ وسيخ كده اهو، بيجيبوا لزق بلاستر، لازم بيجيبوا قلم تري، يلا بتاع، يلا بيجيبوا قلم سلك رباط، سلك رباط، ماشي. حتى الحدادين بقوا يغشوا في الخير، الحمد لله اهو اهو، خد بالك اهو.
اهو يا باشمهندس، وهكذا يحطوا بقى يربطوا كده. دي شبكة الايه، دي شبكة التسليح. ماشي، نرجع السوسو دوت تاني. انا مش عارف انا كنت نقله قد ايه بصراحة، بس شكلي كنت نقله حمادة كده. ماشي اهو، في مشكلة يا شباب؟ انا اظن ان الدنيا الى حد ما تكون وضحت شوية. طب انا عايز ارسم بقى القطاع، انا عايز ارسم انه قطاع. خلينا نتفق ان كل الدفعة هترسم السكشن ده. طبعا عايز اقول ان ال 3D مش علينا، ال 3D يا ولاد، نقول تاني ال 3D مش علينا، انا عايز ارسم القطاع ده. ماشي، عايز ارسم القطاع ده. فلما ارسم القطاع ده اهو، اسقاطات كده اهو، اجي شادد خط كده اهو، اجي شادد خط كده، وده ملوش لازم. بص يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، دي القاعدة ايه اللي هي الخط اللي هو البمبي ده اهو. طب الارتفاع ده كام؟ الارتفاع ده 6 من 10، بعد السكيل نضرب في 4، نضرب في 4 يبقى 6 من 10، في 4 يدي 2 و4 من 10 سنتي اهو. ادي القاعدة اهي يا سوس، ادي القاعدة. وبعد كده فين العمود؟ معلش اللون ده هو تخليه ابيض، ليه؟ عشان يبقى اسقاط للون الابيض ده اهو. ماشي، وبعد كده هاجي جاي اهو باللون الاخضر اهو، اجي اعمل لك ادي اسقاط العمود اهو، هاجي طالع خط كده اهو، ادي اسقاط العمود، خد بالك. طبعا الحته اللي انا طلعتها ديت اللي هي الحته دي اي حاجه، حلو الكلام. الحته اللي انا طلعتها ديت ايه؟ الحته اللي انا طلعتها ديت اي حاجه مش هتفرق، حلو الكلام. اللهم بلغنا، اللهم فشت. طيب انا لو عندي دوت خط قطع عايز اعمله كده اهو، بنعمل خط قطع بالشكل دوت كده، يعني تكون بالزاوية 45 درجة ولا حاجة. ماشي، مش هندق فيها اوي يعني. يبقى دوت القطاع بتاعي. ممكن نسمي دوت بقى ايه؟ نسمي دوت الفيشن. يعني انا ممكن اجي واخد الكلام ده اهو، اجي واخده كده كوبي بالك، واجي طالع بيه كده اهو، اهو كاتب هنا ايه الليفيشن بالك، بس كده الليفيشن ده الليفيشن. طيب عايزين نحط فيه حديد التسليح. نحط حديد التسليح، خلينا نتفق ان احنا بنسيب حوالي 5 سنتي كفر. 5 سنتي كفر يعني 2 ملي او الى 3 ملي بعد السكيل. بعد السكيل هتسيب من 2 ل 3 ملي. ادي الحديد بتاعك رسمناه اهو. ماشي، طبعا الحديد دوت واحد يقول له يا باشمهندس بقى احنا اتعودنا على النظافة اللي هو اللون الاخضر اهو، عشان يبقى ده اسقاط للون الاخضر، حلو الكلام. طب الحديد الازرق دوت هيبان ايه بقى؟ هيبان منقط، لان السيخ لما بيبان اخضر بيبقى ده، شوف 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 ده، تحس ان هو عمودي عليه، فهيبان منقط اهو، واخد بالك. هترسمه منقط. ماشي يا حبيبي، احنا بالمناسبة اللي احنا بنقوله لك دوت بفضل الله في ناس تتعلم منه. ماشي، فانا عايزك تركز فيه قوي، عايزك تطلع راجل تبقى كويس يعني. ماشي، ادي الحديد اهو. الحديد دوت بيقرر 7 في المتر. 7 في المتر دي يعني كل 15 سنتي، 15 سنتي يعني 15 من 100 متر، هتتضرب في 4 هتديك حوالي 6 ملي. يعني انت مثلا كل 6 ملي حضرتك المفروض تيجي عامل نقطة، واخد بالك. كل ايه؟ كل 6 ملي حضرتك تيجي عامل نقطة، واخد بالك، بحيث ان الدكتور لما يشوف الرسمة يعرف ان انت راجل نظيف، راجل راسم بشغل كويس اهو، خد بالك. يبقى دوت 7 في المتر، خد بالك. ديت بتبقى اقرب للواقعية شوية. ليه اقرب للواقعية؟
اقرب للواقعيه، لان انا عندي المسافه ديت يا حبيبي مثلا يعني لو هي متر ونص، متر ونص هتضرب 7 في متر ونص هيديك 10 11 سيخ. بص كده ادي سيخ 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اه 10، واخد بالك؟ فهو الرسم كده ايه مظبوط. بعد ما عملنا الحديد دوت يعني ممكن لزوم الشبحانة اللي جايين كده نعمل حديد للعمود. عارف انت حديد العمود اللي انا كنت رسمه لك في الفيديو السابق اللي هو الحديد دوت اللي هو باللون السيان السماوي ده، ممكن هنا ارسمه بلون مختلف شوية عشان يتضح معانا، وليكن اللون ده الحديد بتاع العمود بننزله هنا، خد بالك، ونيجي عاملين خط بالمنظر ده كده اهو، بنعمل له رجل، نعمل له رجل زي ما ربنا خلق لك رجل. هو انت الساق بتاعتك نزلت تغرس في الارض من غير رجل؟ لا، لازم نعمل لها رجل، صح ولا لا؟ احد يقول لي يا باشمهندس طب ما انا بلبس شبشب كمان. اقول له قصدك ايه بالكلام دوت ان انت بتلبس شبشب؟ قصدي يا باشمهندس ان في خرسانه عاديه. اه في خرسانه عاديه، يعني انا ممكن اعمل خرسانه عاديه من جميع الاتجاهات؟ اه ممكن تعمل خرسانه عاديه من جميع الاتجاهات. ازاي نعمل الخرسانه العاديه من جميع الاتجاهات؟ اهي، وخلينا كلنا نلتزم بيها اهو، ان انا هعمل اهو 25 سنتي، 25 سنتي ديت يعني هتبقى 25 سنتي الخرسانة العادية زي ما الدكتور شرحها في المحاضرة، فيعني بعد الاسكيل هتضرب في 4 فهتبقى سنتي، ادي الخرسانة العادية، وهتروح تهشرها. لما بتيجي تهشر الخرسانة العادية بتهشرها تهشير رمل وزلط، تهشير ايه؟ تهشير رمل وزلط، يعني نقط ودوائر، نقط وايه؟ نقط ودوائر، حلو الكلام؟ تهشرها تهشير رمل وزلط، يعني نقط ودوائر. طيب بالشكل ده كده مثلا، خد بالك، الشكل ده كده، ده تأشير الخرسانة العادية اهو، ماشي. ممكن نكتب للدكتور بقى الأبعاد عشان الدكتور يحبنا، خد بالك، ادي نكتب له ديت 25 سنتي، ونروح نكتب له بقية الأبعاد ده، حلو الكلام. ممكن نكتب له البعد دوت، ونكتب له البعد دوت، بالك البعد اللي فوق ده اي حاجه ممكن تعمله 3 سنت، اي بعد جنب خط قطع تعمله اي حاجه، اتفقنا؟ يبقى انا كده عملت الاليفيشن اللي انا عماله ادوخه معايا اطلعه وانزله كده، خلصانه. هتقول لي طب يا باشمهندس مش المفروض الخرسانه علي نعملها في بلان؟ هقول لك ماشي يا سيدي اهو، هتيجي ديت المفروض يبقى في مستطيل براك سنتي اهو، خد بالك، مستطيل سنتي براك اهو اهو بالشكل ده كده، ما بيتهشرش بقى ولا يعني، التهشير بيبقى في القطاع مش في البلان، ماشي. وتروح برضك تدلع كده الرسمة، خد بالك، وتيجي حاطط ايه، ادي بعد اهو، وتظبط الدنيا عشان احنا اهم حاجة عندنا رضا الدكتور، ماشي اهو اهو اهو. وخد بالك ده نضافة ليك يا ابني، يعني يعني انا بعلمك، واحنا بصفة عامة سواء معيد او دكتور او كده بيعلمك بحيث ان انت تتخرج فيما بعد، واخد بالك، مش ان هي مادة وتخرج منها، واخد بالك اه. فاحنا كده عملنا، واحد يقول لي طب ما تديني في الثري دي الشكل بتاعها يبقى عامل ازاي؟ اقول لك ماشي يا سيدي، انت تؤمر، انت ايه، انت تؤمر اهي. في الثري دي هيبقى مثلا شكلها عامل ان احنا عندنا الخط دوت هيبقى كده، والخط دوت هيبقى كده بالشكل دوت كده، والخط دوت هيبقى بالشكل دوت كده. ادي دوت شغل الثري دي اللي حضرتك عايزه،
بتاع العادية. خد بالك كده، المفروض ان انت تتخيل الخرسانة العادية يبقى شكلها بالشكل ده كده. الحمد لله تمام. طيب ممكن برضك، هو بيني وبينك احنا لسه مخلصناش السي دي. احنا مش فاتحين البولر فعشان كده مش دوت الشغل بتاعك اهوت في الثري دي. مش عايزين نضيع وقت بقى، المهم ان انت فهمت القصة ماشية ازاي. اهوت ديت القاعدة الخرسانة العادية في الثري دي. يا سيدي بالك هي دي. يقول لي يا باشمهندس انت عملتها كده ليه؟ الله يديك بالك. ظبطناها يعني ماشي. هي ديت الخرسانة العادية في الثري دي. الدنيا رايقة معاك اهي، وشكلها لذيذ ظريف اهو. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، افضل من شرح السكشن في رؤيتي يعني المتواضعة. اهو عملنا الشغل وظبطنا الدنيا وكده. طبعا واحد يقول لي عايزين نحط الحديد الباقي، ممكن نقول له ممكن نحط سيخ هنا كمان، واخد بالك، بالشكل ده كده، وسيخ بالشكل ده كده، وسيخ بالشكل ده كده يعني مثلا. يبقى ديت هي الصياغة. واحد يقول لي الكلام ده غلط يا باشمهندس، عشان انت كان عندك 1 2 3 4 5 6 7، 7 صياغ. دول كام واحد؟ 1 2 3 4 5، 5 صح ولا؟ هقول له جدع ماشي. هو يعني هو الدكتور مش هيدقق قوي في الكلام دوت، بس انت لو حبيت تعملها هتعملها، واخد بالك. اهو ادي كده دول 4، وادي دول ايه 4، بس هتعملهم بالتساوي طبعا يعني، واخد بالك، هتعمل الحديد دوت بالتساوي. احنا طبعا مش هنضيع وقت في الامتحان في الكلام دوت، بس بما اننا في اجازة يعني ايه، ادينا بننظف الدنيا شوية اهو، وبنعلمك الدنيا ماشي. بعد كده بيبقى فيه كنات للعمود بتتحط. الكنات ديت مثلا لو حبيت ارسمها باللون السماوي دوت هتبقى بالشكل دوت كده اهوت. ادي الكنات بالشكل دوت كده، اللي هي كانت بتتكرر ان انت كنت بتكتبها 7 في المتر او 6 في المتر او هكذا. حلو الكلام اهي. الكنات دي بتبقى ماسكة العمود كله، واخد بالك. كل واحد بقى يقول لي الحديد ده اصلا بيبقى طالع متر في العمود بالشكل دوت كده، وبعد كده بعد ما بنصب القاعدة بيبدأ يحط حديد، يمسك في الحديد ده هو يعني. الحاجات تبقوا تابعوا في التنفيذ بدل ما انتوا قاعدين في البيت نايمين. دوت السكشن النهائي للقاعدة، دوت السكشن النهائي للقاعدة. ان احنا عندنا ادي بلان، وعندنا ادي اليفيشن. اتمنى ان نكون شرحناه باسلوب كويس. نصيحة، الناس تجتهد وتذاكر وتشد حيلها، إن المرء لا يتعلم في أوقات البلاء ما لا يتعلمه في وقت العافية. يعني دلوقتي أنت الوقت في إيدك، اتعلم واجتهد وثابر وشد حيلك، وما تستسلمش لليأس والإحباط والكلام دوت. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. يا عالي الهمة، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.